بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سأتوقف معكم اليوم حول آية عظيمة جدا، أتمنى من كل أخ كريم أن يحفظها ويتذكرها ويحذر. ينبغي أن نحذر عذاب الله أيها الأحبة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. آية تلخص لك حياتك كاملة، تقول لك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أخي الحبيب، كل يوم نستمع إلى القرآن كثيرا، ولكن هل تشعر بأن قلبك يلين أثناء استماعك للقرآن؟ هذا السؤال. هل تشعر أن عينك تدمع، أو هل عينك تدمع بالفعل عندما تسمع كلام الله؟ هل تشعر أنك ازددت إيمانا عندما تستمع إلى هذا الكلام العظيم؟ هل تشعر أن جلدك يقشعر عندما تتلقى هذا الكلام الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هذه المجموعة من المشاعر هل تنتابك عندما تستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، أم أنك تستمع ولا يحدث أي شيء؟ هنا ندرك معنى قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه الآية ليست خاصة بالكفار أو الملحدين أو المشركين، موجهة لنا نحن اليوم أيها الأحبة. يعني اليوم تجد أناس يدعي الإسلام، يكذب كل يوم 1000 كذبة أو أكثر، إذا باع شيئا يغش، إذا اشترى شيئا يبخس الناس أشياءهم، إذا كلمه أحد كلمة هكذا يغضب، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قليل الصبر، كثير الشكوى، لا يحمد الله تبارك وتعالى، لا يتواضع أمام خلق الله. انظروا أيها الأحبة من حولكم، كم من إنسان متكبر. يعني أنت تعرف نفسك، انظر من حولك من المسلمين، نحن نخاطب المسلمين للأسف، كم من إنسان مستكبر ومتكبر ومتعالي على بقية الناس، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان أكثر الناس تواضعا على الإطلاق. لماذا لا نتواضع ونخضع لله ونساعد عباد الله؟ يعني اليوم كارثة، تجد إنسان محتاج لمبلغ بسيط، يلف في الكرة الأرضية لا يجد من يقرضه مبلغا بسيطا. لماذا؟ الثقة فقدت بين الناس أيها الأحبة. طبعا هذا غالبا ليس الكل، هناك طبعا الخير موجود في وفي أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة فيها خير كثير، ولكن أيها الأحبة نحن ابتعدنا عن القرآن فأصبحت قلوبنا قاسية من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أنت عندما يقول الله تبارك وتعالى لك، استمع أخي الحبيب، عندما يخاطبك أنت شخصيا ويقول لك: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر وتميل بخدك هكذا على الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه نصيحة سيدنا لقمان لابنه. طيب عندما تستمع إلى هذا الكلام، ثم أجد هذا الشاب، أقل سبب يجعله ينفعل،
انظروا إلى المشاكل من حولكم، وبخاصة المشاكل الزوجية في البيت، عنف منزلي، مشاكل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، لا أحد يتحمل أحد. إذا أنت قلبك قاس من ذكر الله. الله يقول لك: ولا تصعر خدك للناس. الله يقول لك: فليعفوا وليصفحوا. فعل أمر، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله يأمرك بالصبر، يقول لك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تقول: أنا لا أستطيع أن أصبر، لا أستطيع أن أتحمل. إذن قلبك قاس من ذكر الله. لذلك أحبتي في الله، ينبغي أن نحذر. يعني هناك آيات والله معظمنا غافل عنها. يعني هذه الآية من سورة الزمر طبعا التي نتأملها الآن. في سورة الزمر أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. المؤمن في حالة حذر من الآخرة. أفأمنوا مكر الله؟ هل أمنت أن يغدق عليك الله العطاء حتى تنسى، ثم يأخذك بغتة إلى جهنم وبئس المصير؟ هل تأمن ذلك؟ لذلك أحبتي في الله، أرجو أن نحفظ هذه الآية، أرجو أن ندعو بهذه الآية، أن نتذكر هذه الآية. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ما أجمل أن تكون حياتك عبارة عن نور، طريقك نور، أي شيء تفعله هو بأمر الله. لا تندم على شيء أبدا، ولا تحزن على شيء، ولا تكتئب، ولا تخاف مما سيأتي. ستكون وقتها من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي الخوف من عذاب الله، التقوى هي الخوف من الله، أن تحذر مكر الله. وهنا كلمة مكر ليست كلمة سيئة أيها الأحبة، المكر يعني الاستدراج، أنك تبتعد وتنسى هذا الخالق العظيم الذي خلقك، لا يريد منك شيئا. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله لا يريد منك شيئا، هو الذي أعطاك نعمة البصر والسمع والقوة، وأعطاك كل شيء، وسخر لك الكون، لا يريد منك شيء. يريدك أن تتفرغ لعبادته وشكره لمصلحتك أنت، وإلا أنت لن تضر الله شيئا ولن تنفعه بشيء. أنت عبد فقير، أصلا الكون كله لم يكن شيئا، كان الله ولم يكن شيء غير الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، والله يعني هذه الآية ينبغي أن تكتبها الآن. أنا طبعا كنت أستخدم أسلوب قديم، عندما أتأثر بآية كنت أكتبها على ورقة، أضعها أمامي على الطاولة، على الجدار، على مكان جلوسي، أضعها لأتذكرها كل لحظة. أكتب هذه الآية، ضعها أمامك لتتذكر كل كلمة فيها، وكلما مررت بآية تتذكر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فتجد نفسك أنك يجب أن تفهم هذا القرآن، يجب أن تطبق ما أمرك الله به، يجب أن تنتهي عما نهاك الله عنه. أيها الأحبة، عندما يستمع أحدكم إلى الأمر الإلهي المباشر والقوي، يقول الله سبحانه وتعالى لك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ثم تجد نفسك تتبع الهوى وتذهب باتجاه الفاحشة والعياذ بالله، أنت في هذه الحالة قلبك قاس من ذكر الله، لم تتأثر بكلام الله، لأنك لو تأثرت بكلام الله لما اتبعت طريق الفواحش. الله عز وجل يقول لك: يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين، ثم أجدك تكذب. طيب إذن قلبك قاس من ذكر الله، لم يؤثر فيك هذا الكلام. الله يقول لك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأنت تكذب ولا تلتفت لكلام الله، قلبك قاس من هذا الكلام العظيم، من هذا الأمر الإلهي. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تجد نفسك تكذب أو تغش أو تخدع الناس من أجل متاع بسيط، أو من أجل ربح بسيط، أو من أجل هدف بسيط، تكذب على الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، دعونا نقرأ هذه الآية ونختم بها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، واجعل لنا طريقا يوصلنا إليك مليء بالنور، ولا تجعل قلوبنا قاسية، واهدنا ولا تجعلنا من هؤلاء الضالين، إنك سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.